تحية لكم والسلام عليكم، أهلا بكم إلى النشرة الرئيسة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام والمستهل بأبرز العناوين. توقعات إيجابية حملها تقرير الاقتصادي الأخير للبنك العالمي عن الجزائر بنسبة نمو تفوق 3% في 2021، وإبراز لدور الحكومة العملي السريع في مواجهة كورونا. ترسيخ الديمقراطية وأخلاقة الحياة السياسية لضمان اختيار حر دون تأثير أصحاب المال ضمن مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات. قافلة طبية تحسيسية للمرأة الريفية بمناطق الظل بتيزي وزو، وتسليم صكوك بنكية لمستفيدات من القرض المصغر. استكمال تحظيرات الاستئناف في خدمات مؤسسة مترو الجزائر وتعويض الزبائن المشتركين بعد تعليق النشاط جراء الجائحة. نفترق على تذكرة سفر مفتوحة عبر متحف للموروث التقليدي بتاغر دايت في جولة إلى عبق تقاليد ابن يزغن العريقة. أهلا بكم من جديد. توقعات إيجابية حملها التقرير الاقتصادي الأخير للبنك العالمي عن الجزائر بنسبة نمو 3.8% في 2021 مقابل الانخفاض المسجل في 2020، وهذا بفعل فيروس كورونا وتبعاته على الاقتصاد والتشغيل. البنك العالمي أكد على رد فعل الحكومة السريع واعتمادها على المحركات الرئيسة للنمو لمواجهة الوباء. ناصرة تومي والمزيد. مؤشرات الاقتصاد الجزائري بتوقعات إيجابية حملها تقرير البنك العالمي، إذ يتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 3.8% في 2021. تقرير الهيئة المالية الدولية أخذ في الحسبان العواقب الوخيمة لفيروس كورونا على الاقتصاد والتشغيل، حيث نوه البنك برد الفعل السياسي السريع للحكومة في مواجهة صعوبات الميزانية وأثار كورونا على الاقتصاد، ولم يستثني التقرير الإمدادات الكبرى التي ضختها الدولة لقطاع الصحة لمواجهة الوباء والمقدرة ب3.7 مليارات دينار. سياسة شملت أيضا تسهيل إجراءات استيراد المنتجات والمعدات الصحية. الجزائر وحسب التقرير اعتمدت على إصلاحات هيكلية لبلوغ نمو ملموس خارج قطاع المحروقات بنسبة 3.6، بينما سيسجل إجمالي الناتج الخام أكثر من 19 مليار دينار جزائري في 2021 مقابل أكثر من 18 مليار دينار جزائري للعام الماضي، بتوقعات بلوغ إجمالي الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات قيمة 16 ألف مليار دينار جزائري للعام الجاري. ومن المتوقع بلوغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 3300 دولار للعام 2021. التقرير شمل أيضا توقعات بارتفاع إنتاج النفط الخام ب 955 مليون برميل في اليوم، في حين أن صادرات النفط الخام ستفوق 388 مليون برميل في اليوم. ومن المتوقع أيضا وصول سعر تصدير النفط الجزائري إلى 42 دولارا في عام 2021 مقابل 40.4 دولارا خلال العام الماضي. البنك الدولي يؤكد في هذا التقرير أن الانتعاش الاقتصادي الجزئي لعامي 2021-2022 مشروط بانخفاض ملحوظ في اختلالات الاقتصاد الكلي وبانتعاش صريح، ولتجاوز صعوبات الميزانية ينبغي الاعتماد حسب البنك على المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي بالنسبة للاستهلاك، الاستثمار الخاص وكذا الصادرات. ونبقى مع الشأن الاقتصادي والأسواق العالمية، حيث تراجعت اليوم أسعار الذهب في المعاملات الفورية ب0.6% في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، غير أن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي في 5 أسابيع بدعم من المال في تحفيز كبير في الولايات المتحدة.
أما عن الذهب الأسود فقد ارتفعت أسعار النفط الخام نهاية الأسبوع في التعاملات المبكرة وسط آمال بتعافي اقتصادي خاصة لدى الاقتصادات الرئيسة، إلى جانب زيادة الطلب على الطاقة بفعل الشتاء البارد في أوروبا. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس إلى 56 دولارا للبرميل فاصل 38. تهدف مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات التي تم الشروع في توزيع نسخة الأصلية منها على الأحزاب السياسية بغرض إثرائها، تهدف إلى ترسيخ الديمقراطية وأخلاقة الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي. أهم محاور التعديل نتابعها مع رامي عامر. أول مشروع قانون عضوي تجري ورشته بعد التصويت على الدستور القانون العضوي المتعلق بالانتخابات. بنظرة عامة وأولية يتألف مشروع القانون العضوي من 313 مادة مقارنة بقانون الانتخابات الساري المفعول ب 225 مادة. إضافات قاربت 100 مادة هدف من خلالها المشرع إلى إضفاء الدقة في القواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي ومبادئه وأخلاقة الحياة السياسية. توحيد النظام القانوني المتعلق بالانتخابات أفضى إلى إدراج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في هذا المشروع وفي الباب الأول منه، وحدد عدد أعضاء السلطة بـ20 عضوا بعد أن كان مجلسها يتألف بـ50 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المستقلة لعهدة واحدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد. وينظم هذا المشروع مهام هذه الهيئة بكل استقلالية ويحدد أدوار كل منها رئيسها ومجلسها. والبارز في مشروع القانون اعتماد نمط الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج، ما يمكن من المنتخب اختيار واحد أو اثنين أو ما شاء من المترشحين ويرتبهم وفقا للرؤية التي يراها فيهم من الأحقية لتصدر المترشحين وفي حدود المقاعد المخصصة لدائرة الانتخابية. في كل مكتب تصويت يختار المنتخب بمجرد تواجده داخل المعزل قائمة واحدة ويصوت لصالح المترشح واحد أو أكثر في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، ويتعين كذلك على قوائم الترشيحات أن تراعي مبدأ المناصفة بين النساء والرجال وأن تخصص على الأقل الثلث من مترشحيها للذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، على أن يشتمل كذلك الثلث من المجموع على ذوي التعليم الجامعي، غير أن شرط المناصفة لا ينطبق على البلديات التي تقل عن 20,000 نسمة. استحدثت كذلك للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في هذا المشروع وفي المادة 113 لجنة لمراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية والاستفتائية، وتحظر المادة 87 أي تمويل خارجي عاد دعم الجزائريين المقيمين في الخارج، وكل هبة يفوت قيمتها 1000 دينار جزائري يستوجب دفعها أو تسليمها إما عن طريق الصك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية. وبمجرد إيداع التصريح لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقوم الأمين المالي للحملة الانتخابية بفتح حساب بنكي وحيد بغرض تمويل الحملة الانتخابية. كانت هذه أبرز التعديلات التي أدرجت في مشروع تعديل القانون المنظم للانتخابات. في خطوة تهدف إلى مرافقة وترقية المرأة الريفية سيما في مناطق الظل، أعطت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو رفقة وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد حميد أمسي من تيزي وزو إشارة انطلاق القافلة الطبية التحسيسية والإعلامية لفائدة المرأة الريفية بمناطق الظل بالولاية. للتلفزيون سهيلة زيدور. من أجل تعزيز الآليات المواجهة لفائدة المرأة الماكثة بالبيت لتشجيعها على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني، وقفت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة رفقة وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي أمام انشغالات واحتياجات النساء المنتجات بولاية تيزي وزو العارضات لما تجود به أيديهن. النشاطات اللي تقبل عليها المرأة في ولاية تيزي وزو هي النشاطات الصغيرة، الخدمات، النشاطات الفلاحية،
وعلى هذا الأساس إن شاء الله راح يؤخذ هذا الأخير بعين الاعتبار في الاجتماع التنسيقي اللي راح يكون مع كل القطاعات المعنية في الأيام المقبلة إن شاء الله بعد استيفائنا لكل الزيارات ورصد كل الاحتياجات. طلقنا قافلة تحسيسية في إطار التعريف بآليات دعم هذا المرأة. هي فرصة لتسليم صكوك بنكية من القرض المصغر وتوزيع شهادات استفادة من محلات، بالإضافة إلى تقديم أفران لصناعة الحلويات للنساء المعوزات وماكنة خياطة وتكريم ثلاث حرفيات بدار الصناعة التقليدية. كما قام الوفد الوزاري بزيارة محلات وورشات الصناعة التقليدية وكذا ورشة تكوينية لصالح المستفيدات من القرض المصغر. ومن أعالي بن يني زار الوزيران فندق السوار الفضي بعد إعادة تهيئته. الهدف نتاعنا المجيء نتاعنا اليوم هو برز نشاط نتاع المرأة الماكسة في البيت والمرأة الريفية والمرأة اللي عايشة في الظل، باش نعطوهم يعني المعلومة. الدولة هي مستعدة وبدات يعني شفتوا يعني نماذج يعني ناجحة 100%. احنا هذا النجاح هذا باغيين يعني نعمموه على وسط الوطن. وختم زيارتي كانت مع المجاهدة بوجيدة الزهراء التي قدمت رسالة قوية للشباب والنساء. كل جنس تعرضتك إلا خديروا الإيمان في روحهم، ما يقولوش آه أنا تعذبت وأنا هكذا، لا، كي تشد الحاجة إلا قديها حتى اللفاء ودير الإيمان في قلبها، كي دير الحاجة باللي بغت تديرها بالثقة الكبيرة اللي تديرها. إلى تطورات الوضعية الوبائية ببلادنا وحصيلة 24 ساعة الأخيرة التي يستعرضها الدكتور جمال فرار. مع تسجيل 272 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة يصبح المعدل خلال هذه الفترة أقل من حالة لكل 100,000 نسمة، علم أن 17 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، 25 ولاية سجلت ما بين حالة إلى 9 حالات، وست ولايات سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات التي سجلناها خلال 24 ساعة الأخيرة عددها 3 وفيات جديدة رحمهم الله. أما فيما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الماضية عددهم 280 مريض. فيما يخص الحالات التي تمثلت للشفاء طبقا للمعايير المعتمدة لحد اليوم العدد تاعهم 71,552، منهم 209 تمثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الماضية. فيما يخص الاستشفاء نحن على مستوى المستشفيات عبر الوطن 36 مريض في العناية المركزة. وعن الاستشفاء أيضا شددت المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في علاج الأورام بوهران التدابير الوقائية حماية للمرضى والأطقم الطبية من انتشار فيروس كورونا. عن كثب خير أبو طالب. يعد مرضى السرطان الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وذلك لضعف الجهاز المناعي بأجسادهم. ولهذا الغرض اتخذت المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في علاج الأورام بوهران مجموعة من الإجراءات للتكفل الأمثل بهؤلاء المرضى. قمنا بفرض ارتداء الوسائل الوقائية من كمامات ومآزر ونظارات وقائية على كل مستخدمي المؤسسة، وكذلك قمنا بفرض كذلك التباعد الاجتماعي. ولحد الآن والحمد لله لم تظهر أي حالة على مستوى المرضى فيما يخص هذه الجائحة، إلا أنه قمنا بتخصيص وحدة على مستوى المصلحة في حالة ظهور أي مرض أو الاشتباه في ذلك، فنقوم بعزل المريض على مستوى هذه الوحدة والتكفل به على مستوى المصلحة. ووسط إجراءات وقائية يتلقى المرضى علاجهم الكيميائي بكل أريحية. الحمد لله كل شيء نقين، الدخل يقوموا بينا، كل شيء نلقوا فيه، من زمان ما كاش حاجة اللي ماشي كورونا ما منعتكم، ما منعتناش كاع من الدواء تاعنا، درناه نورمال الحمد لله يا ربي. كل واحد يشوف الثلاث منتعه ما خاص كاع الدواء، الحمد لله يا ربي ما كاش بروبلا كاع، الحمد لله قايمين بينا والدواء اللي نحتاجوه يديرونا. كاين واحد الاجراءات درناهم حمايه للمرضى وحمايه للمستخدمين، كما قاعدة الانتظار اللي يجوا فيها ذوي المرضى لي بارون تاع لي مالاد، هذيك منعناها نحيناها خلاص. العمال اللي متكفلين بال
ادخال المريض ويحطوه في الفوتاي تاعو ولا في السرير تاعو، مباشره كيجي يدخل المريض للمكان اللي غادي يدير فيه الدواء، سواء الفوتاي ولا السرير. كل مريض عنده لاكارت نتاعو، عنده البطاقه نتاعو، عنده الموعد نتاعو. وتطبيقا للبروتوكول الصحي يتم منع الزيارات لتفادي تفشي الوباء. وجائحة كورونا ألقت بظلالها على مختلف القطاعات على غرار خدمات النقل، وتحسبا لاستئناف النشاط تحذيرات حثيثة تعرفها مؤسسة مترو الجزائر. ملك زجولي: يا خو لا رانا ضايعين بلا به العزيز غالي، لي كرونديس تاع ترونسبور الغاشي كدا كان نقص علينا بزاف، يعني دوكا المهم المرضى ونقص والفاكسان كاين، الحاله راهي لاباس، كلش راهم مفتوح، زيدوا فتحوا لنا المترو سي بون. نقلنا هذا المطلب للقائمين على مؤسسة مترو الجزائر للبحث عن إمكانية استئناف نشاطهم بعد تعليق دام أشهرا عدة. اليوم رانا واجدين، خدينا كاع هذه الإجراءات حتى نضمن لزبائننا اللي سافروا داخل المترو كل الشروط الصحية اللازمة، وباش ما يكونش pour lutter encore contre la propagation de cette pandémie إن شاء الله. وجهتنا الأولى كانت لبرج المراقبة والتحكم لمعرفة كيفية تنظيم الرحلات وتطبيق البروتوكول الصحي داخل المحطات. قمنا بتقليص هذا العدد بنسبة 50%، وهذا بتعزيز عرض النقل بإضافة قطارات، وذلك لتقليص مدة الانتظار بين قطارين إلى 4 دقائق و30 ثانية. وعن إمكانية تعويض الزبائن المشتركين: بالنسبة للمسافرين الذين قاموا باقتناء اشتراكات قبل غلق المترو بسبب الجائحة، نود أن نطمئنهم ونقول لهم عند استئناف رحلات المترو إن شاء الله سوف ندعوهم يتوجهوا للوكالات التجارية الموجودة على خط المترو لكي يتم تعويض الفترة المتبقية لاشتراكاتهم. فتح محطات المترو قريبا من شأنه التخفيف على الكثير من المسافرين، فيبقى الالتزام بالبروتوكول الصحي أولوية الأولويات. في انتظار أن تتدعم الولاية بمحطتي وقود قريبا، تشهد المحطة الرئيسة الوحيدة بولاية تندوف طوابير طويلة طلبا لسرغاز، وهو ما أثار استياء أصحاب المركبات. المتابعة لعمار تواجين. تشهد محطة توزيع الوقود الوحيدة بتندوف طوابير طويلة لأجل التزود بمادة سيرغاز، الأمر الذي بات يثير استياء أصحاب المركبات. نجيو نديروا لاشين هنا على 4 تاع الصباح، راهي ستاسيون وحدة وكاينة أباراي وحدة تخدم. ونجيو نديروا توفروا لنا هذه المادة الحيوية اللي الناس راه تسمع ولا الضرورية، دوك الدولة راه تدفعنا لهذا التوجه، ومين طرنا نعانوا من هذه المشاكل نتاع شوف الأغلبية نتاع الناس يخسر نهار كومبلي هنا باش يعمر. أنا جيت هنا الصباح بنعمر الغاز ما كاش. غدوة من ذاك جا الوزمو وما زلت راني داير لاشي. دائما نجو نضربوا ساعة ساعتين هنايا وما لقاو لنا حتى حد. أنا درك راني ماني خدام لا طاكسي لا والو، راني داير لاشي مع الغاشي. بينما تدعم القطاع بمشاريع استثمارية في هذا المجال لتطمئن الجهات الوصية بالقضاء على هذا الإشكال في غضون الأسابيع المقبلة. المحطة راهي في وجاهزة 99% من الوقود، من بنزين، من الغاز. ونتمنى من السلطات المعنية والسلطات الولائية أنهم يسرعونا في رخصة الاستغلال. أشير إلى أن مؤسسة نافطال مقاطعة بشار تقوم حاليا بتركيب عدادين لموزعات سيرغاز على مستوى المحطتين متواجدتين بالمخرج الشرقي لمدينة تندوف، وستدخل هذه الموزعات حيز الخدمة مباشرة بعد إتمام الإنجاز. ليتزايد الطلب على هذه المادة الطاقوية الموفرة اقتصاديا والمحافظة بيئيا. في الذاكرة الوطنية وفي اختتام فعاليات الذكرى المخلدة لاستشهاد البطل الرمز ديدوش مراد، نظم اليوم قدماء الكشفة الإسلامية الجزائرية وقفة ترحم على روح الشهيد، وذلك بحضور ممثل عن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وشخصيات وطنية ومجاهدين.
هذا وغيب الموت عنا المجاهد عمر جناد المدعو سعمر الحافظي عن عمر نهزا 87 عاما. الرحل التحق بثورة التحريرية المجيدة في منطقة بني ورثيلان بسطيف، حيث تقلد عدة مناصب في جيش التحرير الوطني بالمنطقة الأولى بالولاية الثالثة التاريخية. بعد الاستقلال واصل الفقيد خدمة وطنه في صفوف الجيش الوطني الشعبي، كما تقلد مسؤوليات في صفوف المنظمة الوطنية للمجاهدين. أمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتون إلى كافة أفراد المجاهد سعمر الحافظي وإلى رفقائه المجاهدين بتعازيه القلبية الخالصة، مشفوعة بأصدق مشاعر التضامن والمواساة. جثمان الراحل ورثر ظهر غد السبت بمقبرة العالية بالعاصمة. إن لله وإنا إليه راجعون. أعرب سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داود أمس عن استغرابه لفحوى مقال نشرته أسبوعية لو بوان الفرنسية، تقدم فيه ولاية تندوف كإقليم خاضع لسيطرة جبهة البوليساريو، معتبرا ذلك انزلاقا خطيرا يستدعي التصحيح. وفي توضيح موجه لمدير النشر، أكد السفير أنه كان من الأحرى بقسم تحرير الأسبوعية من باب إعلام قرائها ومن أجل مصداقيتها التحقق من المعلومات المذكورة قبل الخوض في ادعاءات لا أساس لها من الصحة بخصوص الانتماء الإقليمي لولاية تندوف، مضيفا أنه كان من الأسهل وحتما أكثر مصداقية أخذ الفقرات الواردة في برقية وكالة الأنباء الفرنسية بأمانة مثل ما تقتضيه قواعد أخلاقيات مهنة الصحافة. في ملف الصحراء الغربية، وجه 45 أكاديميا وحقوقيا مختلف في دول العالم وجهوا عريضة للرئيس الأمريكي الجديد الديمقراطي جو بايدن، دعوه من خلالها إلى التراجع عن قرار الرئيس الأمريكي السابق حول الصحراء الغربية في أسرع وقت ممكن، مؤكدين فيها حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وعلى الصعيد الميداني، يواصل الجيش الصحراوي سلسلة هجماته ضد مواقع تمركز جنود الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي لليوم 71 على التوالي، وفقا للبيان الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية اليوم. شرق أوسطيا، اعتقل صباح اليوم فتى فلسطيني في حملة دهم واقتحام قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، كما قامت بإغراق مئات الأراضي الزراعية شرق قطاع غزة متسببة في خسائر مادية كبيرة للمزارعين الفلسطينيين. وفي سياق آخر، أدانت جامعة الدول العربية قرار الاحتلال الإسرائيلي بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. توقعت منظمة الصحة العالمية أن تتخطى الإصابات بالفيروس فيروس كورونا 100 مليون مع نهاية الشهر الجاري. هذا قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الجائحة تعادل تلك المعتمدة في ظروف الحرب. إلى ذلك، دعت الدول الأوروبية لتجنب السفر غير الضروري بين بلدان منطقة اليورو، حيث وضعت فرنسا قيودا مشددة على المسافرين الأوروبيين، فيما قرر البرلمان الهولندي حظر التجوال، وأغلقت البرتغال كافة المؤسسات التربوية والجامعات إضافة إلى تعليق كلي للرحلات من وإلى بريطانيا. عودة إلى أخبار الوطن، وفي الرياضة، احتضنت المدينة الجديدة سيدي عبد الله أول سباقات الموسم الجديد للدراجة الهوائية، حيث أعطت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري أعطت إشارة الانطلاق. عمر جمعي. بعد كرة القدم، هذه المرة الدور جاء على رياضة الدراجات للعودة إلى المنافسة بعدما أعطت السلطات العليا الضوء الأخضر. نتفهم كثير يعني هذا الجانب هذا تاع الرياضيين وحبهم للعودة للرياضة، لكن الإشارة الخضراء أنا نسنو فيها من طرف اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة. احنا عملنا يعني دفعنا الطلب ورانا نسناو، لانه فقط لازم الناس تعرف باللي ماشي احنا اللي نمدوا الانطلاقه، احنا نمدوا الطلب تاعنا، وعلى بالكم كل هذا عنده علاقه مباشره مع ارقام جائحه كوفيد 19. من جهتهم الرياضيون استحسنوا هذه العوده، خاصه بالنسبه لدراجي النخبه الذين تنتظرهم عده تحديات. هذا اول سباق الحمد لله اللي عودنا ولينا حتى ان كان متاخرا. آخر سباق لنا كان في شهر مارس، ويعني نقص المنافسة يؤثر كثيرا على اللياقة البدنية تاعنا.
الحمد لله هذا أول سباق حتى وين كان صغير يعني قصير المسافة قصيرة وفي في في مسلك مغلق هذا يساعدنا كثير في يعني في الريتم تاع السباق. محطة فتحت المجال للشروع في تنظيم دورات أخرى ستكون كمرحلة تمهيدية لعودة المنافسات الكبرى للدراجات الهوائية. وعن منافسات كرة القدم لحساب الجولة 9 من الرابطة المحترفة الأولى، عزز متصدر الترتيب وفاق سطيف عزز مركزه بعد فوزه أمام الجار شباب قسنطينة بهدف نظيف. أما الوصيف مولودية الجزائر فقد تعثر بميدانه بثلاثة أهداف لثلاثة أمام جمعية عين مليلة، فيما عاد شباب بلوزداد بفوز ثمين من غليزان أمام السارع المحلي بهدف دون رد. بقية النتائج جاءت على النحو التالي: أولمبي المدية هدف، اتحاد بسكرة صفر، شبيبة القبائل هدفان، شبيبة الثورة هدف، نصر حسين داي هدف، نجم مقرى هدف، أتليتيك بارادو ثلاثة أهداف، شبيبة سكيكدا صفر، أهلي برج بوريريج صفر، اتحاد الجزائر هدف، مولودية طهران هدف، أولمبي شلف صفر، واتحاد بلعباس هدفان، وداد تلمسان ثلاثة أهداف. وضمن مونديال مصر يواصل المنتخب الوطني لكرة اليد مباريات الدور الرئيس باختبار آخر، حيث يواجه بعد قليل نائب بطل العالم النرويج، وهي المباراة التي تبث على القناة الأرضية. فحظ موفق لمنتخبنا الوطني بمشيئة الله. وقبل ذلك نفترق مشاهدينا، نختم النشرة من متحف للموروث التقليدي بغرداية وتغرداية، ترائده صالح ومختار اللذان جسدا أمنية راودتهما لتغدو حقيقة تستهوي السياح. أمين شقبقب يفك الشفرة. في مدخل أتجدن لا يمكن أن تمر دون أن يستوقفك متحف التراث المحلي، هذا الذي تعج جنباته بتحف أثرية تحكي تفاصيل كل واحدة منها عن الحضارة والتاريخ وعن الإبداع المتواصل للإنسان عبر الزمان والمكان. الهدف تاعنا هو تشجيع المنتوج اليدوي والتعريف على العادات وتقاليد المنطقة. في هذا المحل يتم عرض ما هو قديم وما هو منتج حاليا. ما هو قديم هو يعني يعود إلى الإرث الحضاري لبلدة بني يزقن، أما ما هو جديد فهو إنتاج نسائنا الماكتات في البيت. زوار المعرض الذين يفدون من مختلف ربوع الوطن أبدوا إعجابهم بالحفاظ على الموروث وافتخارا بهذا التنوع الثقافي، آملين تعميم هذه المبادرات. احنا جينا من وهرن هنايا الاحباء نتاعنا، هذا الشيء مليح روعه تبارك الله، والرجوع للاصل فضيله. هذا الشيء كاع اللي كاين ماذا بينا في كل جهه نتاع البلاد مواليها ينهضوا بها. مبادره جميله تبها طارو نغلي نسي الجيل الوليد اش كتسنن بطل يتصرى بات كيفاش بكريت كيفاش طونت عشان بات ترضن بات منين معوني طونت تنديس منين طونت تصن. الفكرة هنا لا تقتصر على عرض التحف الأثرية فحسب، بل تعد فضاء اقتصاديا له أبعاد اجتماعية من خلال تشجيع الحرفيات والماكثات بالبيت على العمل والإنتاج وتمكينهن من عرض إبداعاتهن وتسويقها. ختام نشرة، بقي أن نذكر بأبرز العناوين. توقعات إيجابية حملها التقرير الاقتصادي الأخير للبنك العالمي عن الجزائر بنسبة نمو تفوق 3% في 2021، وإبراز لدور الحكومة العملي السريع في مواجهة كورونا. الديمقراطية وأخلاقة الحياة السياسية لضمان اختيار حر دون تأثير أصحاب المال ضمن مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات. قافلة طبية تحسيسية للمرأة الريفية بمناطق الظل بتيزي وزو، وتسليم صكوك بنكية للمستفيدات من القرض المصغر. وتابعنا في
في النشر استكمال تحضيرات لاستئناف خدمات مؤسسة مترو الجزائر وتعويض الزبائن المشتركين بعد تعليق النشاط جراء الجائحة. واقتطعنا لكم تذكرة سفر مفتوح عبر متحف للموروث التقليدي بتغردايت في جولة إلى عبق تقاليد بن يزقن العريقة. ختام النشر، شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة. تقبلوا تحيات فريق الخدمة. النشر أخرجها لكم شعبانية المنصور، في رأس التحرير عفاف في النوح. إلى اللقاء. إلى اللقاء.